بكم. أغلق إيجيك 30 على ارتفاع ب 15% عند 6942 و52 من المائة نقطة، فيما أغلق إيجيك 70 مرتفعا ب 61% عند 351 و3 من المائة نقطة. حجم التداولات بلغ 139 مليون و751 ألف سهم، أما القيم ف 381 مليون و464 ألف جنيه. على صعيد الأسهم، أغلقت 62 سهم على ارتفاع لرأسها العامة للصوامع والتخزين وذلك ب 16.41%، وأغلقت 49 على تراجعات على رأسها الألومنيوم العربية ب 39.38%. كان الأكثر نشاطاً بالكمية هو راسكوم للاتصالات ب 30.170.000 سهم، فيما كان الأنشط بالقيم هو التجاري الدولي ب 61.392.000 جنيه.